بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي وجميع الشهداء من جيش وشرطة، كل أحد باسمه. لقد قال الله عز وجل في حقهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. كما أتقدم بخالص العزاء لجميع أهالي الأطباء والطبيبات والممرضات والممرضين وجميع العاملين في هذا الهيكل العظيم بقيادة الدكتورة المرأة الحديدية الدكتورة هالة حفظها الله أينما كانت. وكمان أتقدم بخالص العزاء لكل بيت في مصر كان له فقيد، وأسأل الله الكريم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأرحب بضيفي الكرام الأستاذة أمال محمد والأستاذ محمود مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الأستاذة أمال، حضرتك بتشتغلي في مجال التدريس. اتفضل. بما أن حضرتك بتشتغلي في مجال التدريس وكأم، تنصحي ايه لكل ام انها تتابع مع اطفالها في مجال هذا الفيروس العين اللي موجود في البلاد؟ اولا الاتباع والارشادات الاسلاميه، وبان ربنا حرصنا على ان النظافه من الايمان، وبنحرص اولادنا غسل اليدين كل قبل الاكل وبعده، والحرص والنظافه الشخصيه والبدنيه والحمام اليومي والنظافة الشخصية. تمام. بالنسبة لمحمود، حضرتك قلت لي ان انت في الصف الثالث الثانوي من المركز. انا عايز اسألك سؤال، هو بالنسبة لسنك انت ما شاء الله تعتبر قدوة لأي حد في سنك، ربنا يزيدك. انا عايز اعرف ثقافتك المميزة دي في هذا السن جبتها منين؟ اولا بنلاقي شهيد المقدم محمد الحوفي وبندعو له بالرحمة والمغفرة. أو بدأتها مع والدي، والدي كان بياخد معاه المؤتمرات والندوات ومع النواب، وكنا موجودين دايما في الشارع، مع كنت دايما موجود مع والدي في الشارع، وكنا بنخدم الناس اللي بنقدر نعمله بنخدمهم. وتواجدت مع النائب عيدي، كان قاعده مكتب سياسي ليه، وده شرف كبير ليا. ماشي يا حبيبي. مدام أمال، بعد إذن حضرتك أنا عايزة أسألك كأم بتوجهي بقى كلمة دلوقتي بصفة عامة للشعب المصري، تقولي لهم ايه؟ كتوجيه. توجيه التزام اولا بالجلوس في البيت، والتزام بالحرص على التزام اللي عملهن القانون. طبعا خوفا علينا، بنقعد في البيت حرصا على، يعني قصدي حضرتك الالتزام بوقت الحظر. ايوه. كما عمل القانون. كما افادنا القانون. احنا كمان عايزين نتكلم ونقول يا جماعه ان سواء مراعاة الالتزام الامني، خايفين علينا، معنى خايفين علينا الحظ. ان هم بيحاولوا ان هم يوفقوا الصحه مع العمل، عشان كده احنا وقت الحظر بتاعنا لازم نلتزم بيه وقت ما يقولوا علشان نعدي تلك المرحله بامان ان شاء الله. طب انا عايزه اقول كلمه، طب لو سمحتي، انا عايزه اقول الالتزام والاتباع والارشادات الاسلاميه في النظافه دي اهم حاجه. وعايزه اقول بقى اناشد العالم، بعز جميع. في معانا مداخله الاستاذ محمد العواني. الو. ايوه اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اتفضل. والله هتكلموا على الشارع ده، بس عايزين الناس تشوفنا بس في الشارع ده، بس الشارع ولا في اي حاجه ولا خدمات ولا اي حاجه خالص. من حيث مفيش اي خدمات ولا اي حاجه خالص، من حيث ايه؟ الشارع ده بقى عايزين الشارع يتعمل، بس احنا متبهدلين بخصوص الشارع. والله مراتنا عارف نطلع بالعب ده، احنا بنلف مكانات في الشارع الصفا وشارع عيد ابو ثلاث وبنلف كده، وتعبانين بجد والله. احنا عايزين حد يشوفنا بس يا جماعه، عايزين حد يشوفنا. الشوارع ما حدش بيعمل لك، كل شويه يقول لك الشارع يعملوه، الشارع يعملوه، عايزين حد يشوفنا بس، عايزين حد يهتم بينا بس، انا ما حدش مهتم بينا خالص. وعايزين واحده صحيه وعايزين حاجات كتير. فين مكان حضرتك؟ فين مكان حضرتك؟ فين مكان حضرتك؟ فابو ثلاث. بص حضرتك، ده المكان ده في الاسكندريه مش كده؟ الساحل الشمالي. تمام. الساحل الشمالي، يعني احنا اول ساحل الشمالي معروف فعلا، يعني المفروض اول فجر عندنا احنا في الساحل الشمالي، اول
بعد 21 مفيش حد مهتم بيا خالص، ولا في وحده صحيه ولا في اي حاجه، ده انا وحده صحيه اخر الدنيا بالعربيات. بص حضرتك احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وان شاء الله صوت حضرتك اكيد وصل، هو اتباع قانون البرنامج ان احنا نوصل اي قضيه لاعلى المستويات، وان شاء الله ما فيش حد هيتاخر عن انه يقدم مصلحة للمجتمع ككل، ويقدم مصلحة خاصة حتى وإن كان فرد من المجتمع. وإحنا من مكاننا بنناشد سيادة المحافظ ورئيس الحي في أن يستمع لهذا النقاش الذي دار بيني وبين من حيث النداء والاستغاثة، وإن شاء الله بإذن الله إحنا متأكدين أن أي قائد في مصر إذا كان من القيادة العليا أو أقل من ذلك فهو إن شاء الله إن شاء الله على قدر من تحقيق المسؤولية الكاملة من جهة المواطن. متشكرة حضرتك يا أستاذ محمد، حضرتك شرفتنا. أرجع ليك يا محمود أقول لك أهم الخدمات اللي بتحتاجها المرج من المسؤولين والنواب من وجهة نظر شاب في مقتبل العمر زيك. عندنا يعني محتاجين حلقات كتير عشان نتكلم عن خدمات النقص في حي المرج. في اجازه اتفضل. محتاجين مستشفى عام، احنا حي 28 كيلومتر في 2 مليون مواطن، ما فيهوش مستشفى عام. اقرب مستشفى عام لنا مستشفى المطريه، بتبعد عننا مساحه كبيره. كان عندنا 4 حالات كورونا، مع كانت صعب ان احنا نتواصل مع المستشفيات عشان تاخد الحالات. محتاجين مستشفى. يعني تقريبا نفس الكلام اللي قاله محمود دلوقتي هو نفس الكلام اللي قاله سياده الاستاذ محمد من الاسكندريه، واحنا ان شاء الله بنضم صوتنا لحضرتك وبنضم صوتنا للسيد الاستاذ الفاضل محمد المتصل منذ قليل، انه ان شاء الله باذن الله سوف يراعى توصيل اصواتكم، وهي بالفعل ان شاء الله وصلت. احنا قناه الصحه والجمال برنامج هي دي مصر ان شاء الله باذن الله من الرعاه. اتفضل. عندنا كثافه الفصول عاليه، احنا عندنا كثافه الفصول 103 طالب، عندنا 11 مدرسه في حي في 2 مليون مواطن بنطالب. احنا عندنا ارض دوله كتير، عندنا قصر امانه نعمت مساحته 12 فدان 24 فدان غير مستغل، بنطالب بانشاء فيه مستشفى عام، بانشاء فيه اسم شرطه ثاني، بانشاء مجمع مدارس يخدم المنطقه. وعندنا الحي ميزانيته 2 مليون جنيه مقارنة بحي النزهة. هو إن شاء الله الموضوع ده هيتحل بإذن الله ويحصل فيه فيصل في وقت ما تبدأ إن شاء الله الرجوع للدراسة. أكيد كل السلبيات المعروضة والموجودة قدام المجتمع المصري ككل سوف تراعى. الكلام ده دلوقتي هيبث فيه باذن الله، وهيبث برضو من خلال قناتنا هنا على الايجابيات. زي ما احنا وضحنا السلبيات دلوقتي ان شاء الله باذن الله الايجابيات سوف توضح ايضا، واحنا عارفين انه ان شاء الله باذن الله في جديد جاي، في مستقبل احسن. ومن ناحيه ان احنا دلوقتي بنتكلم، احنا يا جماعه بنتكلم على الحياد، لا احنا مع ولا احنا ضد، احنا بنتكلم دلوقتي عن ايجابيات وسلبيات موجوده في المجتمع المصري، وان شاء الله فيها مراعاه وفيها ايجابيه كامله باذن الله في الفتره القادمه. استاذه منى، حضرتك في بيتك اكيد طبعا بتوفري حاجات وامكانيات على قد الماده بالنسبه لك كأم، من حيث المطهرات حضرتك بتعملي ايه في بيتك عشان تطهري بيتك من غير ما تشيلي عبء مع نفسك في الدخل؟ والله هو اللي بحط الخل وملح وكلور بس. خل وملح وكلور يا جماعه مش هيكلفنا حاجه. الخل موجود طبعاً في المطبخ، والكلور موجود معانا، والملح موجود معانا. بس انا عايزه اقول كلمه لل اتفضلي. طبعا انا بعزي شعوب العالم الذي توفاتهم فيروس كورونا المستجاب، واتمنى من الجميع اخذ الحذر والارشادات على حرص ارواح الايه المتوفين. واهني لان عندنا احنا رئيس صراحه بجد يعني تعبان وبيتعب علينا وخايف علينا، ونتمنى من الله ان المرض ده ربنا يبعده عننا وعن العالم كله، وان شاء الله باذن الله بلدنا هتبقى احسن واحسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وانت محمود وجه كلمه كده، تحب تقول ايه في الاخر؟ اولا بشكر الله بعيدك العمل حمله تعقيم الحي بالكامل. وعمل 20,000 كرتونه اهداء للحي، دي ما شاء الله من الايجابيات، وبدعم الحي وخدماته، واحنا بنشكره. انا في الاخر بشكر ضيفي الكرام، وان شاء الله باذن الله كل الايجابيات تتحقق. واحب اقول لمصر قبل ما اختم، اقول يا مصر صبرا على ما بوليتي، فرب البليات قادر على حماك، يكفيك وصيه المصطفى عليك جل من سواك، حبيبتي توبك مني 3 الوان، ابيض ميلادي احمر مماتي، اسود توب الحزن اللي بيسوه عليا الاهل والاحباب، يا ام الشهداء لطاطي الغادر معاه دقاتي، كل يوم مقامك يعلى اعلى واعلى، مش في عيني لوحدي بس
في عين الكون كيانك يتحس. انا واخويا في سينا كتف في كتف كف في كف، حلفين يوم ما متنا برملك نتلف. داخلية جيش احنا جنودك، اتزفينا جوه جوفك لجنة الرحمن. بنبشر كل من كان من اهل ومن خلان مكانك معانا في جنة الرحمن. دمتم في امان الله، انتظروني قد كانت معكم مصري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.